فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نجمع بين الأمر بترك المراء والجدال في الدين وبين نصح العوام الذين تغيرت فطرتهم بسماع كلام أهل البدع وإزالة الشبهات عنهم في مسائل العقيدة؟ هذا ليس مراء، هذا مجادلة بالتي هي أحسن، تجادلهم وتبين لهم الحق، توضح لهم. هذا من تعليم العلم النافع ومن الجدال بالتي هي أحسن. أما المراء هو الذي لا داعي له، الجدال الذي لا داعي له، هل صلاة الظهر فريضة أو نافلة، هل متى شرعت، متى، هذا هو الجدال الذي لا فائدة فيه، هذا هو الجدال الذي لا طائل تحته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.